ايه الملل ده؟ خلاص احنا خلصنا جيرلي دبليو جي، مش لاقي اي مسلسل تاني ان انا اعمله. عايزه فكره برنامج كده تشد الناس، ممكن اعمل لهم ايه؟ مش عارفه، افكر اكلم جابي وراؤول كانوا عملوا توب موديل. الو، ايوه انا مستنياكو. ايوه خلاص الحمد لله هما جايين، هنتكلم مع بعض على فكره برنامج جديد. يا ترى بقى نعمل لهم ايه في التلفزيون؟ عايزه فكره برنامج تكسر الدنيا. هو يا جماعه احنا وصلنا، يا ترى في ايه؟ مش عارفه. تعالوا نشوف. اهلا اهلا بيكم، نورتوا البيت بتاعي. انتوا عاملين ايه؟ جابي راؤول. اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، اخبارك ايه؟ واخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. ها، خلفت بيبي جديد؟ اه خلفنا. تعالوا اقعدوا بقى هنا على الكنبه عشان نتفق على فكره برنامج جديد. طب ها قولي لي، انتوا البرنامج بتاع جيرلي دبليو جي ده عمل نجاح جامد جدا. ايوه انا عارفه، بس انا عايزه اعمل بقى فكره برنامج تاني. انتوا كمان عملتوا توب موديل، ده عمل برضو ضجه جامده جدا. اه فعلا، كل واحد يقترح افكار. انا دلوقتي حاليا للاسف ما عنديش اي افكار، بس ممكن مثلا احنا نعمل برنامج بتاع المخاطر، نجيب اولاد صغيرين مثلا ونقول لهم ان هم يعملوا مخاطر جامده جدا. مثلا نخليهم يتسلقوا جبال. انا بعرف اتسلق جبال، يلا يا جوليان ورينا شطارتك. ممكن هم يناموا في الغابات ويناموا في الخيم على الارض، ممكن يعملوا الحاجات دي كلها، هتبقى حلوه جدا. ايه رايكم؟ اه دي هتبقى فعلا فكره رائعه. انا ممكن اجرب، انا كمان لو سمحت ممكن انا اجرب. طيب هنشوف بقى دلوقتي مين هيجرب تاني معانا. ونقوم جاي بقى مطلعينهم. اهلا بكم سيداتي انساتي في برنامج المخاطر للاطفال، ومعانا النهارده كذا متسابق، ومعانا جوليان، ومعانا ستيف، ومعانا فيليب، كلهم هنا هيعملوا تحديات جامده جدا. ومعانا اول تحدي، تحدي الجبال، وهيتسلقوا جبال عاليه جدا جدا جدا. ايه ده، دي فعلا عاليه قوي، انا مش عارف هتسلقها ازاي. مفيش اي مشكله، جوليان عارف ان هو يتسلق. كلنا سقف له، برافو يا جوليان. المفروض بقى ان هو يعدي المرحله الثانيه للناحيه الثانيه. ترى هيعرف يعمل كده ولا لا؟ هنشوف مع بعض. اوه ده شكلها بقت صعبة قوي وخطر جدا، برافو يا جوليان. في سلم هيمشي عليه، هنشوف هيعرف يروح الناحية التانية ولا لا. اوه برافو جوليان، بيمشي على السلم فوق النهر ووصل للناحية التانية. تسقيفة كبيرة جدا لجوليان. لا لا يا جماعة، ده خطر جدا يا راؤول اللي انت بتقوله ده، حد من الاولاد يقع ولا يحصل له حاجة هنكون احنا السبب. لا لا لا، مش هنعمل حاجة كده. اه انا كمان فعلا شايفه ان هي يكون خطر جدا. طب بصوا انا عندي فكره. ها قولي لنا عندك فكره ايه؟ انا عندي فكره، انا كمان عندي فكره. ممكن اقولها الاول؟ انا ممكن اجيب ان احنا نجيب توب مودلز ونعمل برنامج طبخ، هتبقى حلوه جدا. نجيب بقى مودلز عندي البيت ونلبسهم احلى لبس وناكلهم احلى اكل ونخليهم ان هم يطبخوا احلى طبخات، هتبقى فكره حلوه جدا جدا جدا. الله انا جعانه جدا، انا عايزه اعمل مكرونه بالوايت صوص، هيبقى طعمها يكان. لا لا انا هعمل برجر بالسوسيس يبقى يكان. لا 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 انا هعمل، وجوعتينا جدا. بس وجبات الطبخ دي اتعرفت في كذا مسلسل قبل كده وكذا فيلم يعني وكذا برنامج. كنت عايزه اعمل حاجه فيها مودلز بس مش عارفه تكون ايه. طب ممكن هما يروحوا كافيه او مطعم وننزلهم على الانترنت؟ لا لا برضو مش كفاية. طيب انا عندي فكرة، ايه رأيك ان احنا نعمل حالات طوارئ وحد بينقذهم؟ مش فاهمة، ممكن تشرحي الفكرة دي اكتر؟ يعني مثلا اطفال في كوارث وفي حد بينقذهم. اوه دي شكلها هتكون فكرة فعلا حلوة. الو، ايوه انا كلاوديا. واو انا صاحبة الكافي، قاعدين صوروا فيه. الله، ايه كده الكافيه بتاع بلاي موبيل، احنا عرفنا ان احنا نصور فيه. صاحبته وافقت، فزي ما بقول لكم بقى نعمل فيه المقالب اللي انا الكوارث اللي بقول لكم عليها. يجي مثلا طفل مثلا وقع وكان هيتعور، ويجي فرقه الانقاذ بتاعه المطافي، ابعت لنا بسرعه اللوكيشن، في طفل في خطر، المطبخ ولع بيه، يلا بسرعه نحاول ننقذه. اوي واوي 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 واوي، حتى انا طبعا معاهم واصور الفيلم. واول لما نوصل هنخش بسرعه على العنوان ونشغل الميه علشان نطفي الحريقه. اوه دي كانت حريقه باربيكيو، واو طفينا الحريقه الحمد لله.
ايه وانقذنا الولد، انقذنا الولد، ووو. الحمد لله انا كنتش قادر، انا كنت خايف ان احنا ما ننقذوش الولد يحصل له حاجه، انا بجد مش عارفه اشكركم ازاي، انت فعلا انقذتوني. اوه الحمد لله. بص هي فكره فعلا حلوه بس هتبقى فيها كوارث، بس هتبقى يعني مش مشوقه شويه. الناس هتهتم بيها يومين تلاته كده تزهق. طب عايزين نفكر في حاجه مهمه. طب انا عندي فكره، احنا ممكن نروح للسيرك ونجيب اولاد صغيرين بيلعبوا مع الحيوانات الصغيرين بتاعتهم، يعملوا بيهم مسابقات مثلا. الله انا بحب جدا المعزة، عشان كده انا مربيه معزة في بيتي، وانا بحب التيرتل عشان كده انا مربي تيرتل في بيتي. وهو. انا بقى مربيه كلب بحبه قوي قوي قوي. ومعانا هنا مين تاني؟ معانا هنا اما ومعاها القطة بتاعتها سيمبا. ده فعلا فينا ناس كتير جدا. بصي برضو شايف ان هي مش هتكون فكرة، انا بحب الحيوانات الصراحة، ممكن احنا نجربها. ايوه انا شايفة ان هي هتكون فعلا مشوقة، بس احنا نجربها، ممكن نجيب مواد مودلز معاهم مثلا، مش عارف، ممكن احنا نختبر كذا حاجة من دول. انا شايف يا جماعة ازيكم، انا هنا وهكون النهاردة المدرسة بتاعتكم. ايه ده، يا هنا كبرت وبقت هي المدرسة؟ انا مش عارفة اكون مدرسة بتاعتنا ازاي، ده هيكون يوم صعب قوي. لا ما تقلقوش هننبسط فيه جدا مع بعض، وهكون مدرسة النهاردة معاكو. ووهو بنحبك جدا يا ميس هنا، بجد احنا بنموت فيكي. وهكون كمان دكتورة. ممكن نجيب الاطفال يكونوا يقدموا شغلانات يعملوا ايه لما يكبروا، مدرسين او بوليس او مدرسة حضانة، هو ممكن تكون حتى في الملاهي بتقف على الحاجات. وجوليان هنا بينط، يلا يا جوليان نط بسرعة. ماشي يا جماعة انا هنط، عايز تسقيفة كبيرة قوي. طيب يا جماعة حلو اوي فكرة الشغل لما يكبروا العيال ديت، هو فكرة حلوة جدا، كل واحد يقول عايز يشتغل ايه لما يكبروا، نعمل عليه قصص، ايه رأيكم؟ طيب خلاص احنا ممكن نعمل فوتينج، الناس تعمل فوتينج على الكومنتات، ونشوف الكومنتات اللي هتيجي حسب انتوا هتختاروا ايه، هنعمل حلقة البرنامج دي. مستنيين كومنتاتكو، توحشونا، باي باي.